السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد مع ام عثمان. زيدات فيديو جديد، فرشيمات جداد وفي موديلات جداد. اليوم ما شاء الله غيكونوا موديلات تاع قفطنات، يعني لبسات قفطان بالحزام، يعني قفطنات ديال المناسبات. كيف ما كتشوفوا معايا، الموديل الاول من البروكار مطروز باللون اللي في الفولار، هذا اللون اللي في الفولار واللي مطروز به اللون اللي في الفولار هو باش طرزات، ومنبت بحجيره من نوع لوزه. وفي الكميمات درت لها تشكيل ديال بحال الكولي بالجوهر رقيق، كيعطي واحد المنظر. هذا الكم، هذا يعني الكم من جهه ديال الكتف من الجهه الفوقانيه، وهذه هي الرشمه ديالو بالنسبه للاخوات اللي كيبغوا رشمات. هذه هي الرشمه ديالو على الورق. انا غنقرب لكم الصوره باش تشوفوا اكثر. هذا هو الظهر، وهذه هي اللوزه اللي ملبس بها كيف ما كتشوفوا معايا. هذا هو الكتف، كتف اللوزه باش فيها لون اللي طرزت به، يعني بيضه وفيها هذه الحجيره الوسط من اللون ديال الخيط باش طرزت. وهاد هذه هنا اللي خدمتها، يعني خدمتها عاديه ودوزت فوق منها زيكزاك باش كيجي الشكل ديالها بحال هكا. وهادو خيوطه ملصقين بالبره والخيط كيف ما كتشوف. وهذه الجهه الاماميه، هذه هي الرشمه الاولى. ودابا غندوزو الموديل الثاني ان شاء الله. ودابا غندوزو الموديل الثاني كيف ما كتشوفوا معايا، ثوب من اللون الاحمر مطروز بالبرونز ومنبت بحجيرات من البرونز، مطروز من جهه بجوج ديال الامام، والكتف كذلك فيه رشمه، ورشمه اللي في الرشمه اللي في الكتاف بجوج هي اللي كاينه في الظهر ديال القفطان. هذا هو القفطان، وهذه هي الرشمه ديالو، وهذه هي الرشمه ديال الكتف، يعني رشمه واحده اللي كاينه في الكتف كاينه في الكتف، راه كاينه في الظهر. انا غنحاول نقرب لكم الكاميرا باش تشوفوا اكثر. هذا هو الظهر ديال القفطان، هذا هو الجهه ديال الكتف، هادو هما الحجيرات اللي منبس بهم. وهذه هي الجهه ديال الامام. وهذه هي الرشمه ديالو. ودابا غندوزو الموديل الثالث. هذا هو الموديل الثالث من ثوب موسلين مطروز بصم صاري، وحتى هو كذلك غيتنبت ان شاء الله. ودابا غندوزو الرشمه ديالو. كيف ما كتشوفوا معايا، هذه هي الرشمه ديالو، هذه هي هاد الجهه هنا، وهاد السلسله اللي كتبان لكم هنا هي اللي في الظهر. هاد السلسله اللي هنايا نقدروا نديروها في الظهر، نقدروا نديروها في التركيز ديال في الكم ديال القفطان ولا القندوره، مهم نقدروا نوظفوها في الظهر، نقدروا نوظفوها في الكم. هادو هما الموديلات تاع اليوم، وكنتمنى من الله ينال الاعجاب ديالكم، والى اللقاء فيديو جديد باذن الله.